السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير، معلش أنا آسف آسف ليكم كتير جدا، لأن الفيديو بصراحة أنا حبيت إن أنا يعني أبين الحقيقة علشان خاطر الناس اللي بتشتري السمان الأبيض ما يبقاش فيها عندها مثلا إيه، إن هي أمل إن هم أخدين يعني سمان ودافعين فيه جنيه زيادة، لأن طبعا السمان الأسمر بنجيبه تلات عمر 15 يوم بتلاتة جنيه ونص، والابيض بيجيبه لنا بأربعة جنيه ونص على اساس ان هو الايه جنبه وحجم كبير، وفعلا بيبقى جاي حجم كبير. النهارده يا جماعه الخير بالورقه والقلم انا حسبت الايام بتاعته، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده الايام يا جماعه محسوبه بالورقه والقلم. طبعا السمان الابيض بايض عندي بقاله النهاردة حوالي أربع أيام بيبيض طبعا، وللأسف أنا لقيت يعني شايفين أنا نقلت الوقت ذكرين تاني، والله أعلم هيبان لي ذكورة تانية ولا لأ. أنا بيتهيألي برضو مش عايز أظلم حد إن هما بينقوا الإناث ما بينزلوش غير الذكور، تمام؟ لأن أنا الوقت جايب 15 واحدة، أنا كنت فاكر إن يعني أنا عندي الوقت ده ذكر وهنا ذكر، تمام؟ وهنا ذكرين، فوجئت لقيت انا فاكر ان هو ذكر طلع فيه هنا ذكرين، وانا عندي اتنين بيبيضوا بقالهم تلات ايام بس منهم، يعني احتمال قائم ان دول في كمان فيهم ذكور، لان هما المفروض لو الناس بتبيض في خلال يومين او تلات ايام بالكتيرة الناس كلها بتكون كملت وكلها باضت مع بعضها كده. انا عندي بقالي تلات ايام او دخل على النهاردة الرابع، للأسف ما عنديش غير كل يوم بطين فقط، يعني معنى الكلام ان انا عندي دول كلهم ذكور ما فيهمش غير نتيتين بس، تمام؟ فانا اسفا بقى ان انا طبعا لما لو انا هو فعلا كده يبقى انا بالطريقه دي يعني مش هعرف اخد، يعني كنت انا بقول هذبح الاناث دي كلها اللي هي جايه طالعه عندي واتخلص منها على اساس ان انا ايه اعمل انتاج ابيض، بس كده مش معقوله اعمل انتاج ابيض بسمنتين بس. فانا هستعين طبعا بالاناث دي يعني، والذكران دول انا اخدتهم اصطفيتهم علشان يبقوا في العينتين دي يعني، والعينتين دي العندي والعندي يعني، ونشوف ان شاء الله باذن الله. طبعا انا لسه بقى بدي افرز دلوقتي الناس دي اللي هي الابيض اللي عندي اللي هو اللي موجود هنا كله، على اساس اتاكد ان من الاناث من الذكور، علشان لو في ذكور هتبعها ان شاء الله دلوقتي، لان خلاص كده ما عادش ينفع ان انا بقى احطهم بياكلوا على الفاضي طبعا. وزي ما انتم شايفين مفيش اي جديد، هو نفس الحجم بتاع السمانه بتاعه، يعني ما شاء الله انا عندي السمان الاسمر حجمه ما شاء الله اكبر من الابيض من غير ما اشوف ميزان ولا اي حاجه في الدنيا، تمام؟ يعني ده بالكتير قوي 250 جرام لو حصل يعني بالنسبه للابيض ده، تمام؟ محدش بقى يقول لي جامبو ابيض والسوبر جامبو الابيض والكلام اللي احنا بنسمعه من الناس دلوقتي، معلش يعني. وعايز اقول لكم بقى يعني مش هي مش صدمه ولا حاجه، لان انا كنت متوقع كده من الاول، وقلت لكم في فيديوهات الناس اللي متابعاني ان السمان اللي انا جايبه دوت ان هم بيقولوا لي عمره 15 يوم ومدفعيني 4 جنيه ونص، يعني في جنيه زياده على الواحد ده يا جماعه، لان هو اصلا جايبه لك سن 20 يوم، مطلعه لك من عنده سن 20 يوم مش 15 يوم علشان يعمل تسويق للسمان الابيض، تمام؟ عايز يفتح سوق ليه، فهو بيضحك على الناس بشرط ان هم ايه يقول لك اه فعلا، وفعلا انا شفته حجمه كبير عن اللي معايا، والناس اللي عندي عايزه ترجع للفيديوهات بتاعتي اول ما اشتريت السمان الابيض ووزنته كان في فرق في الوزن حوالي 30 و40 جرام بين الاسمر والتاني، وهو ده اللي قدامك اهو، دي يعني ده ذكر ماشي المفروض سنه سن الابيض، بس للاسف طبعا ما حصلش لان دي يعني انثى ولسه ما بضوش، لسه قدامهم انا بتوعي النهارده سنهم الطبيعي 36 يوم، لكن دول يا جماعه طالما باض يعني اكيد عدى سنه ل 42 يوم، لان فيه برضو واحد من متابعيني بيقول ان انا مربي سمان ابيض وبربي السمان، والسمان الابيض بياخد وقت اكبر في لما يبيض بيوصل لغاية 50 يوم. طب لو هو 50 يوم يعني معنى كده ان هما برضو يعني ده يعني يعزز كلامي ان السمان ده سنه
اكتر من حتى 20 يوم، ممكن اقول 25 يوم كمان، لا مش هقول 25 يوم، هو حوالي 20 يوم او 21 يوم بالكتير يعني، بيبيعوه سن ده وبيحاسبونه على الجنيه الزيادة ده. تمام. طبعا الدنيا اتفشكلت عندي كده بالنسبة لي، انا كنت يعني نفسي كان طموحاتي ان انا اربي سمان ابيض علشان اخد منه، لان ان شاء الله يعني في خلال الاسبوع اللي جاي دوني هبدأ ان شاء الله اعمل الناس اللي هم طلبوا مني، ان هم طبعا ما عندهمش فقاسات وكده وعايزين يعملوا في كرتونة عادي. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي باذن الله، او الفيديوهات يعني انتظروني في اللي جاي ان شاء الله، هعمل تفقيس في كرتونة، لان انا اول ما عملت تفقيس في كرتونة. تمام. ونجحت الحمد لله والله، يعني ما شاء الله كانوا مطلعين يومها 26 بيضة في كرتونة عادية ولمبة من اللي هي الحلزونية بتاعت زمان، اللي هي ايه مش الموفرة، اللي هي 26 واط، لان دي درجة حرارتها عالية شوية احسن من اللي هي بتدي حرارة، علشان ايه نبدأ نفقس بها بإذن رب العالمين، وهوريها لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. تمام يا جماعة الخير. وكده يبقى ايه احنا يعني قلنا الموضوع اللي هو ايه عليه، وبرضو الناس سألوني على موضوع ايه العلاجات اللي نديها وكده. طبعا يا جماعة انا قلت كذا مرة في الفيديوهات بتاعتي ان العلاجات اللي هي بتديها يا عم هي مش موضوع يعني مش يعني افتكاسة، او احنا هنقعد نجيب السمان اصلا يا جماعة من الطيور المقاومة للامراض، يعني مش بتحتاج منك علاجات كتيرة وهرس كتير. تمام. هي كل الموضوع ان انت بتحط لهم يعني شوية مضادات حيوية وشوية فيتامينات وشوية يعني رفع مناعة ومضاد للسموم، زي ما احنا قلنا اللي هو السينهي ده يا جماعة اللي 200 مرة بنقول هوتي سينهي يا جماعة الخير، هو دواني رفع مناعة، دواني بتبدأ تديه للفرخة للكتكوت سن 15 يوم، بتديله مرة او اتنين، وتركز عليه في اخر، تركز عليه في اخر الايام، في اخر ايام التبويض للناس اللي عايزه تبيض. شايفين الولع عمال يهجم على النساء ازاي البنات، بس طبعا هم صغيرين سبتهم لسه سيبني 36 يوم، مش حد يوافق له خالص. شايفين عمال هيتهبل ازاي، بس طبعا دول كلهم اشبال صغيرين مش نافعين الكلام ده. شايفين عمال يهردفهم ازاي، وده طبعا ذكر تاني اهو. تمام. وده يا جماعة برضو عشان نرجع بس الكلامنا، ده مضاد للسموم. تمام. ومحدش يقول لي ايه اسمه، انا ما شفتوش يا جماعة. انتوا لما تروح الوحدة البيطرية هتسألوا الناس انا عايز اعم الحاج كذا وكذا كذا وكذا، ايه عايز رافع مناعة ومضاد للسموم، لان يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده ان الشركات ديتي بتغير اسامي، كل شركة بتغير، بس هو نفس المادة الفعالة ونفس الشغل بتاع الايه العلاجات وكده. في حاجة كمان معانا اللي هي الفيتامين ألف دال ه. تمام. ده يا جماعة برضو مهم جدا علشان خاطر الفيتامينات اللي هي الناقصة من الأكل بتاعهم، لأن احنا العبدين دي طبعا علف اللي انت شايفينه دوتي، العلف ده يا جماعة الخير هو عبارة عن بادي نامي 21%. طيب الناس قالت لي بيقولوا نعمل ندي ايه للبياض، قلت لكم ادوا للبياض 21%. طيب في ناس اتكلموا وقالوا ادوا 18%، انا يا جماعة شفت 18% لقيته حجمه كبير جدا بالنسبة للسمان، عشان تاكلها مش هتعرف تاكلها. ال 18% ده معمول للفراخ الكبيرة البياض اللي حجمه كبير وصدره بقى وبقه كبير جدا، فدي ما بتفرقش معاه، لكن ده هو بياكلها هنا اصلا بصعوبه، معايا هنا بياكلها بصعوبه، يعني شوف الاكل قدامه وعمال يدق يدور وينقي، مش يعني بيدق بنقي صغيره برضه. تمام. علشان برضه انا بقول الكلام ده، ال 21% ده الموجود والمتوفر عندك، ده المتوفر اللي هو الموجود عندك وسهل ان انت تجيبه. تمام. طيب في ايه تاني اللي احنا قلنا فيه، اللي هو الاملاح المعدنيه، دي الاملاح المعدنيه بتاعتنا اللي احنا ايه اللي احنا عايزينها. ماشي. برضو ما تقوليش اسمها ايه، هي املاح، قولي هات لي املاح ذات املاح معدنيه. وبرضو عشان تبقى عارفين، كل الازايز دي يا جماعه بتتراوح من 7.5 جنيه ل 10 جنيه 100 مللي، عشان ما حدش يضحك عليكم. برضو طبعا ده في جمهوريه مصر العربيه يا جماعه. ولما تشتري بالحاجات دي برضو عايز اقول لحضراتكم، لما تيجي تحب تشتري حاجات من ديتي لابد ان انت تروح تشتريها من
مركز رئيسي للعلاج الأدوية البيطرية، ما تروحش يجيب لي من واحد مثلا فاتح واحدة بيطرية صغير كده محل على قده وتروح تقول هيدي لك السنتي ب5 جنيه. انا اضحك عليا كتير يعني، انا برضو ما هقول لك انا اضحك عليا كتير في الموضوع دوت، تمام؟ وياما كنت اروح اجيب الازازه 5 مللي ب10 جنيه، وفجاه الاقي بعد كده عند الراجل ال 100 مللي ب7 جنيه وب5 جنيه، تمام؟ كده يا جماعه الخير، يبقى احنا ايه خلصنا الموضوع بتاعنا. ولو اي سؤال برضو انا عداني ولا حاجه انا معاكم، اعتبروني في التعليق وانا ان شاء الله ارد على حضراتكم في اقرب فرصه باذن رب العالمين. وكده يا جماعه الخير يبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.